كاسيلاديس وسلجادو ماك مانمان يكون الكرة خطرة يخش التاريخ يا راجل. هوبا مهاجمين فريق المصري. شوف الهدف كيف جاء، المفروض يكون مدافع في القائم الايمن، ولكن شوف سافيولا كان موجود وحده، سافيولا وحده المدافع ما يتابعش اللاعب، سافيولا يخليه وحده كان يسجل هدف ثاني. شوف الوسط، الوسط فارغ، ثلاثه اللاعبين امام ثلاثه لاعبين. شوف الجهه اليمنى غياب اللاعب عادل احمد عادل، المفروض يرجع بسرعه لكي يغلق الجهه اليمنى العمق في وسط الملعب وجلبان ومحمد يعني شوقي. ثلاث مهاجمين برشلونه ثانيه من الشوط الثاني من هذه المباراه، وادي امامنا بقى محاولات حقيقه. برشلونه اثمرت عن هدف ثالث عن طريق النجم ايتو في الدقيقه 77 من العمق، ايضا نزل وحسن مصطفى نزل واحمد صديق وطارق سعيد واحمد بلال، طبعا كان نزول يعني شرفي في نهايه اللقاء. ثم بقى هذه التمريره السحريه من اللاعب ميسي وهدف للنجم ايتو، هدف طبعا سجل في يعني الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب. Jules Rimet, de la entonces muy joven reina Isabel del Reino Unido de la Gran Bretaña. Exactamente. Y viene aquí el Barcelona, aquí está la posibilidad para en el recorte la pide Víctor Boyan, Boyan tiro, gol. Gol. El Barcelona se abre el marcador a los 15 minutos. Boyan en la jugada personal. Todo y además la directiva Noel cumpliendo todo. Gran servicio, todo. Gran servicio, viene aquí Jalali, saca el arquero, gol, gol del empate, gol. Aniel Agassi sueña porque a los 30 minutos le mete un gol al Barcelona. Y con jugadas emocionantes 100% futboleras. Amague de disparo, ahora sí, gol, espectacular, gol del Barcelona, un recorte. A buscar el tercero. Exactamente, balón que tiene Jonathan Dos Santos, vean, toca bien, dejando ya el servicio para Pedro, el balón otra vez en la triangulación y después aquí la oportunidad del disparo y el gol. Gol por parte de Jeffren y me quedaba ahí observando la tres minutos con el Barcelona. Es muy probable que al término de este torneo deje al equipo cuando viene este disparo. Gol. El cuarto del Barça, está llegando Pedro. Controla el esférico, es amo y مسكوا الجناة وتم الافراج اخير اكيد عن اخوه الحمد لله وكويس وزي الفل وما فيش مشاكل، ولكن اثرت عليه شويه ما فيش كلام. محمد شوقي ادي على طول روبين تمريره عميقه، لا 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 ده باص ده برجليه ولا بايديه، لا 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 لا. اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء، نعم احمد السيد في مرماه، وكان بايرن ميونخ اجبر احمد السيد انه يسجل هدف في مرماه. لكن سيبوكم من كل ده، شوفوا روبن عمل ايه. العالم المانيا موجود في استاد الدوحه، ليهم مشجعين في كل مكان دولي في العالم. هو المساعد طالب سالم، مساعد وحكم مساعد، وهدف تعادل، التعادل، التعادل. محمد بركات عملها، محمد بركات بهدف تاريخي، هدف ذهبي، هدف تاريخي للاعب ذهبي ولاعب تاريخي، ليس فقط للنادي الاهلي بل لمصر كلها بل للوطن العربي كله. فبركات احد افضل اللاعبين في الكره المصريه في ال 15 سنه الاخيره، ابن ال 36 عام. بركات ملك الحركات، بركات ينبوع المهارات، يتقدم النجم الكبير ويخترق دفاعات اقوى دفاعات العالم في اقوى فرق العالم. شوط ثاني الاهلي، هدف لكل فريق، وشريف اكرامي والهدف الثاني، الهدف الثاني خطا من شريف اكرامي والدفاع، وهدف مع الدقيقه 94 ليعوض فريق بايرن ميونخ ويرد الاعتبار لخسارته من 34 سنه في مصر امام النادي الاهلي بهدفي شريف عبد المنعم وبيبو، ينجح بعد مرور 34 سنه. اوليتش النجم الكرواتي من
فريق الاماراتي الاماراتي ادار له ايضا يعقوب الحمادي، ما جالوش فرصه يدير على فكره الانديه المصريه غير النادي الاهلي. تمشي على طول الكره تاني في نص ملعب خطيره جدا، الاهلي ممتاز، هدف اول، الله، هوبا، جون انتوي العظيم، جون انتوي، جون للنادي الاهلي، كم انت عظيم يا اهلي، في مرمى روما، رجع الشريط، رجع الذكريات، تحفه تحفه تحفه، جون انتوي انتوي انتوي، 24 25 الف اهلاوي، عظمه ما بعدها عظمه. بيانيتش يلف على وسطه ويلف على كورته، بص الدور اللي عمله زوكانوفيتش، عمل تحول في اليسار جميل، تمشي عن طريق توتي، توتي تحول لتوتي، انطلاقة تاني وهدف تعادل، تشيكو خطير، هدف تعادل لروما، جول لروما، الهدف التعادل لروما، خطير ايدين تشيكو، خطير ايدين تشيكو، بالنسبة لأعرق الأندية الآسيوية نادي العين. تمشي على طول الكرة الثانية، تحديد التصويب خطيرة، صلاح، يا صلاح يا صلاح يسجل، لكن لا يحتفل صلاح، صلاح يسجل في النادي الأهلي، الهدف الثاني لروما، محمد صلاح، محمد صلاح، ممتاز ممتاز ممتاز، أول أهداف صلاح، وادي سباليتي بيحبه جدا، بيحب محمد صلاح جدا، ومين ما يحب الصلاح؟ انتظام والتزام، هو ده النموذج يا جماعة. شباب المصري ياخد محمد صلاح، ده نموذج من بسيون على فكره ولاده. مصر ما تعرفش تحديد النسل في العباقره، في المحبين، في العاشقين، في الاداريين، في القياديين، في الاهلاويين، في الباصات، البساطه، البساطه اهلاويه، البساطه اهلاويه، اهلاويه، جول مؤمن زكريا، عبقري الاهلاويه يا ولد، يا ولد يا ولد يا ولد، اهلي 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 للصبح، الله على عظمه النادي الاهلي، على روعه الاهلي، الثاني في روما، الثاني في روما عن طريق مؤمن زكريا، واحد من المؤمنين بامكانيات الاهلي، واحد من الاسماء الكبيره، والملعب ده برضه وش السعاده على مؤمن زكريا في لقاء السوبر مع الشقيق الاهلاوي بنضاره، هات لي الاهلاوي الصغير نادي روما. انطلاقه على طول تاني في نص ملعب بالنسبه لصالح الاهلي خطير، ينطلق النادي الاهلي من اليسار، مؤمن مؤمن يا مؤمن، مؤمن ان زكريا خطيره، ملعب ده وشه حلو على الاهلي، وشه حلو على الاهلي، وشه حلو على الاهلي، التالت للنادي الاهلي، الله، وليد سليمان يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مت على الاهلي، مت على الاهلي، مت على الاهلي، الله الله الله، الاهلي وجماله. لسه بقول لحضراتكم استاد هزاع بن زايد، ملعب تاريخي باسم تاريخي بنتيجه تاريخيه، لسه بنتكلم على وش الملعب، 5 مليون بيشتغلوا، ما بال حضراتكم لو خدناها كصناعه زي البرازيل هيكون فيها كم مليون مصري بيشتغلوا، الموضوع كبير والحدوته كبيره، انطلاقه خطيره، اصل يا ستار، الهدف التعادل، الهدف التعادل لروما، استلام ايه؟ روعه ايه؟ متعه ايه؟ عبقريه الزمان وعبقريه المكان، فانكار، فانكار يسجل هدف التعادل لفريق نادي روما، فريق روما يأبى دائما. الملعب الاهلي معاه مدرب عالمي اسمه مارتينيول، معاه مدرب عالمي اسمه مارتينيول، نسينا طبعا اسماء واسماء كبيره، انما كل ده من خلال سياق المباراه. تمشي على طول الكره تاني، محاوله تحضير، هوبا هوبا، سجل يا اهلي، سجل يا اهلي، سجل يا اهلي، سجل يا اهلي، احمد الشيخ في استاد الزاع، الاهلي باحمد الشيخ، الله عليك يا مارتينيول، مارتينيول احمد الشيخ، ايوه ايوه ايوه، يتولد من هنا، يتولد احمد الشيخ من هنا، والاهلي بالهدف الرابع في مرمى روما، قاتله من احمد الشيخ، بص شوف عظمه الجمهور، 1907، مئات البطولات، ارقام كبيره تتحدث عن نفسها، الاب يعطي للابن الشاره، وادي على طول اللاعب احمد الشيخ، واحد من الاسماء الجميله، وكاني اتفرج على بوتريكا، شوف طاهر ابو زيد، اشوف الخطيب، اشوف النجوم الكبار اللي ارتدوا قميص النادي الاهلي، متعه